لا تزال محافظة إب من المحافظة اليمنية والتي تعتمد على الزراعة لما تملكه هذه المحافظة من تنوع في تضاريسها ومناخها المعتدل، ولما تملكه من مساحات زراعية متنوعة كالمدرجات الزراعية الجبلية والسهول والوديان المتعددة. وقد ساعدت على ذلك خصوبة التربة في أجزاء كثيرة منها، كذلك كثرة الأمطار المتساقطة عليها على مدار العام. تعد الزراعة النشاط الرئيسي للسكان، إذ يشكل إنتاج المحافظة من المحاصيل الزراعية ما نسبته 5.6% من إجمالي الإنتاج في الجمهورية اليمنية حسب المركز الوطني للمعلومات، تحتل المرتبة الرابعة بعد محافظات الحديدة وصنعاء ومأرب. تتنوع المحاصيل الزراعية في محافظة إب، فمنها ما يزرع في فصل الصيف ومنها ما يزرع في فصل الشتاء من الحبوب كالدخن والقمح والشعير، ومن الخضروات والبقوليات كالحلبة والعدس والفاصوليا والفول، وكذلك الفواكه كالمانجو والفرسك والبلس التركي والتين الشوكي، ولا ننسى البن والخردل والقاك والتي تسمى بالمحاصيل النقدية. تنفرد محافظة إب عن باقي المحافظات بكثرة الأودية فيها كوادي العدين وبعدان وريف إب والسهول والوديان، كما في المخادر والسحول والسدة والنادرة والرضمة والقفر، بالإضافة إلى القاع الوحيد والذي يعد واحدا من أكبر قيعان اليمن ويسمى قاع الحقل، وفيه يتم زراعة البطاطا وأنواع الخضروات المختلفة والحبوب بشتى أنواعها. تبقى الزراعة في إب هي الرافد الأساسي لسكان المحافظة، لأن ما يمر به البلد حاليا من الأحداث جعل المزارعين عرضة لكثير من الصدمات والتي لحقت بهم، وأثرت بشكل أساسي على المزارعين في محافظة إب واليمن بشكل عام، من ارتفاع أسعار البذور بشكل جنوني وانعدام المشتقات النفطية وارتفاع أسعارها، أدى إلى التسبب في حرق وتلف الكثير من المحاصيل والمزارع. ليبقى المزارع يأمل بوقف الحرب عن اليمن وأن ينفض غبارها، لينعم المزارعون واليمنيون بشكل عام الخيرات التي حبى الله البلد بها.